انا مامات البنيه اللي عروسه لي يلا تجوج 3 شهور، واحد المره اللي شافتها من الحومه ديالنا وعطينا ليهم على سنه الله ورسوله، قلنا الراجل تقني فلاحي وكبرنا بهم، وحنا من بني ملال هو خدام هنا تقني فلاحي في اكادير في بيوغرا عيد صحيت بالله في الفيرما ديال جناب بيوغرا. كبرنا بهم درناهم فوق راسنا، مولي شافتها درنا زواج تقليدي على سنة الله ورسوله، جا باه جا مو جا هو نيت خطاب كتاب درنا العرس كلشي مشي مزيان، ولكن اللي غنعرفو ان الراجل مثلي مثلي كيمارسو عليه الرجال، هو معروف كاع في بيوغرا الخميس ديال تعميره العين عيت بلول كاع القاري عارفينه مشهور. فاش داب بنتي يلا 3 شهور خافت هبطت في الضحو، قالت لي انا بغيت نتطلق صافي جمع حوايجها، قالت لي ردني لدارنا ناض صوتها صوتها لاحت لي الصوات ضربها كل لحم زرق لاحت لي هذاك الضرب. انا الغلط اللي درت مشيت عند والدي مشيت عند بوبا قلت لهم نوضوا نجيبوا الدريه راه ولدكم تيتعدى عليها كيصوتها راه كاين صداع بيناتهم. مني مشيت عند والدي بقى يبردوا فيا صافي عسكت احنا ندخلوها احنا غادي ندخلو بخيط ابيض هادي هادي ديك الليله مع جوج ديال الليل نضى لي سيدي ها هو تحت تهديد باش ما دار لي فيديو بالتليفون ديالها وحط لها جنوي في كرشه وحط لها شقور في الارض. راه قالت لهم قالت لهم عند الضابطه القضائيه وقالت لهم في المحكمه دير لها جنوي في كرشه ودير لها شقور تيقول لها هتقولي وتقولي ولا غندبحك ونقتلك هنا في جوج ديال الليل عا هي وهي والله راه الله يرفق منا ومنه الا زنا عليه شي غرام ما يسمحش لينا. وحنا هاد العذاب اللي داروا لينا لا هو لا مو لا با لا خو بغيت لهم حرق الدنيا وحرق القبر وحرق الاخره. بان السيدي مع سميتو سجل فيديو مع جوج ديال الليل مشى دار شكاية على الضابطه القضائيه عند جدرمي ديال بيوغرا جاب خداو العيد من جاب جوج جدرمي هزو الدريه من الفراشه في جوج ديال الليل تا غادي يجيبو مع تعطى ساروت هو كيمشي بالساروت ويجيب الساروت. قال ليهم لا دار لها الفيديو مع الجوج بقى تا سجل داكشي اللي بغا عاد خرج هو خلى ليها ساروت ومشى جابهم. ملي جابهم هزو الدريه بوحده من الدار بوحده والله واحد الكسيوه والبرد ومصوته كل لحم ازرق راه تصاور عندي كلشي عندي وحطينا من المحكمه. ديك الليله اللي انا حلفت عليه واللي حلفت على مو كلشي ديك الليله حطوا لي بنتي عند الجدرميه باش تعرف الناس غدارين ما تغدرهم ليا. حطوا لي بنتي عند الجدرميه تتقول لهم هادشي ما كاينش يقولوا لا لا راجل قال لينا كاين تتقول لهم هادشي ما كاينش يقولوا لا لا راجل قال لينا كاين. هالفيديو هو تبت عليه بداك الفيديو اللي دار لي تحت التهديد قالت لي هي فاش تخلعته فاش كلشي تيقولي لها اللي تقولي تقولي لها نهبطوك نصوتوك. قالت لي ملي خفت وتقولي لها راجلك اللي كاين هو مشى تيكذب عليهم وتيبتل عليهم حتى الغد اللي انا عاد فهمتهم فاش جينا حنا من بني ملال عاد فهمتهم. قلت لهم السيد راه ماشي راجل هو اسرد قالوا عليا تا هما السيد فوق البيرو قال لي راجل بنتك راه ماشي راجل. قلت ليه في راسي كاينين عندي علامات ما قدرتش نقولهم في اللايف هو واخدو شي واحد واخدو راجل كثر منه ما خلاش يتزوج. هاد الزواج اللي دار مع بنتي باش يدير الخاطر لموبا والقبيله زعما لا تزوج حتى هي ما صدقاتش على كاين شي زواج تيدوم 3 شهور هو كيمارس عليها ما حرم الله شرعا كيمارس عليها الليوات. كيفاش دريه ما جات عنده 3 شهور غادي تدخل ليه 21 مره وغادي يغتصبو وخلطت ليه الكينه هو كيمشي للساروت ويجيب الساروت. شدو بنتي حكموا عليها بعام في انزكان زادوا 6 شهور هنا في الاستئناف داز يومين طلع الملف جنايات طلع الملف جنايات هو ما كيحضرش في الجلسه ما كاينه تحليله ديال المخدر من شي مختبر ما كايناش خبره ديال التليفون من شهر 11 وهي حاطاه سنات باش يمشي الرباط. ملي مشيت نسول مؤخرا قالوا لي راه باقي في الحفظ التليفون ما تحركش من بلاصتو ما كاين هو ما كيحضر الجلسه ما مشيتش معاه حتى واحد حكموا عليها بسبع سنين سبع سنين هكا كتبتها على قالوا لي حين تاد الهضره قلت لها الجدرمي اعترفت هي اعترفت حتى تهديد واش كاين شي اعتراف في جوج ديال اللي شاد عليها جنوي وشاقور وتيسجل فيها
شكون اللي عطاها العيد ملي سجلها ملي هو جايب لها الجدرميه؟ علاش كتسجل فيها في الجوج ديال الليل؟ علاش كتصوتها؟ ياك كتدخلك واحد خليتها تشدهم وديهم، هادشي كله ما منه والو. هو دابا راه باقي تحت التحقيق، هو دابا الملف ديالو راه تحت التحقيق، وحنا تنطالبوا البنت بالخبره وطالبنا ليه هو بالخبره، ما كاينش اللي يتجاوب معانا. هو جابها ورقه من برا زوقها وجابها، حنا بغينا خبره ديال المحكمه اللي يثبت هاد السيد امتى مغتصب. هو راه مغتصب قديم، تيقولوا الناس من حداهم راه مغتصب اخوه، مغتصب اخوه هز راسو لاكادير غبر وجهو تيمارس مع الرجال، ودابا هو تجوج عيدا خاطر الموباه، حيت الموباه برزتو تجوج درتي 40 عام بغيناك تولد بغيناك، وما باعي ليه لا بزواج لا بفراش لا بدار لا بولاد، ما عليه حتى بحاجه، بغى يبقى زوفري تيموت زوفري. ولا سمح لمو ولا سمح لمو ولا سمح لمو، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. دعيتهم الله ياخذ فيهم الحق، وتنطالب من السيدنا ومن السلطات ومن نائب الوكيل العام، من السي الوكيل العام ومن المحكمه ديال اكادير ديال الرباط الدار البيضاء، اي حقوقيين فين ما كانوا يتعاطفوا مع هذه البنيه ووقفوا معها 20 عام، تحكمت بسبع سنين، علاش؟ اش درت؟ يا الناس تقول لهم حضروا ليا، جيبوا لي تشوف انا وياه، ما كانش يتجاوب معانا، تتقول لهم ديروا لي التحليله بلاتي يشرب المنشطات، ديروا لي التحليله ديال هذا المخدر اللي درت ليه انا، جيبوا لي هذا اللي تندخل ليه، ديروا تليفوني راه في السجن انتوا انتوا ديروا لي الخبره، وتحكمت بسبع سنين هكاك بزاف. بزاف 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 هاد الظلم. اخر رساله كنطلب سيدنا، يا سيدنا وقف مع هاد البنيه، الله ينصرك الله ينصرك سيدنا، السي الحموشي انا زين العدل، كاع الحقوقيين المحكمه ديال الرباط الدار البيضاء هنا اكادير، بغيت هاد المحكمه ديال اكادير تعاود تحقيق في هاد الملف، راه ما كاملش، راه الناس اللي كيقراو تيهبلوا، الناس اللي كيقراو كيهبلوا كيقولوا هاد الشيء ما يمكنش. البارح واحد السيد في المحكمة راه قال لي أنا راه قريب نتسطى، كيفاش الدرية تحكمت بسبع سنين؟ كيفاش؟ كان اللي قرا داك الملف كيحطو، كيفاش غتحكم بسبع سنين؟ ما تبت في حقها تا حاجة، ما مشدود معاها تا واحد، ما كاينة خبرة ديال المختبر، ما كاينة خبرة ديال هو إمتى مغتصب، ما كاينة تحليلة ديال المخدر، ما مشدود معاها تا واحد، هو ما كيحضرش الجلسة ما عمرو حضر، شادين حنا جوج محامين تيقول لي بغينا يحضر. بغينا يحضر، علاش ما كيحضرش؟ يحضر حتى هو ونشوفوه، ياك هو متضرر. تنطلب من سيدنا من الوكيل العام ومن المحكمة ديال اكادير ديال الرباط ديال الدار البيضاء، أي محكمة فين ما كانت توقف مع هاد البنية 20 عام، 20 عام جات عندو 3 شهور، هي بنت بني ملال كيمشي بسيرتو ويجي بسيرتو، كيفاش غدخل ليه واحد؟ كيفاش غدخل ليه واحد؟ يجيبو لنا هاد الواحد مالو نملة، يجيبوه. وشكرا الله يطول عمركم.